الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق. نشرة الأخبار مع رنا إسماعيل. البداية مع العناوين. في ذكرى عيد الشهداء، سوريا مستمرة بدورها النضالي ودماء الشهداء ترسم ملامح الانتصار على الإرهاب. فعاليات رسمية وشعبية في عيد الشهداء وتأكيد على الصمود ودحر الإرهاب. موسكو ترد على الادعاءات الأمريكية وتؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر. السلام عليكم مشاهدينا، وإلى تفاصيل الرئيسية. احتفلت القوات المسلحة بمختلف صنوفها بعيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله، مؤكدين أن الدفاع عن الوطن أولوية لا تتقدم عليها قضية أخرى. احتفلت القوات المسلحة بمختلف أنواعها وصنوفها بذكرى عيد الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل رفعة الوطن وعزته وكرامته. وألقى قادة الوحدات والتشكيلات العسكرية بهذه المناسبة كلمات استعرضوا فيها بطولات أبناء شعبنا الأبي في التصدي للمستعمر، والذين أثبتوا عبر التاريخ تمسكهم بخياراتهم الوطنية ورفضهم الإملاءات والتدخلات الخارجية، مشددين على أن ما يبذله الشعب السوري من تضحيات ما هو إلا ترسيخ حقيقي لقيم الشهادة والبذل والعطاء التي يبديها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه. وأشار القادة إلى أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سوريا ستمنى بالفشل والهزيمة لأدواتها وداعميها ورعاتها. تضمنت الاحتفالات تنفيذ عروض وتدريبات عسكرية في عدد من التشكيلات والمنشآت التعليمية. كما قام قادة المناطق العسكرية بهذه المناسبة بزيارة مثاوي الشهداء ووضعوا أكاليل من الزهر باسم الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة على النصب التذكارية، وقرأوا الفاتحة على أرواحهم الطاهرة وأدوا التحية الرسمية. بعد ذلك قام قادة المناطق بزيارة الجرحى في المشافي العسكرية للاطمئنان على صحتهم، واستمعوا من الكادر الطبي والتمريضي عن الخدمات التي تقدم للجرحى. كما تم بهذه المناسبة تنظيم العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية، وقام اللواء قائد المنطقة الوسطى بتدشين نصب تذكاري للشهداء في قرية الزينبية بريف تلكلخ تخليدا لذكرى الشهداء التي ستبقى محطة هامة من محطات المجد في تاريخ شعبنا المكافح. في عيد الشهداء شخصيات رسمية وشعبية زارت مقبرة الدحداح بدمشق، حيث تم وضع أكاليل الورود على أضرحة الشهداء وقرئت الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. بمناسبة ذكرى عيد الشهداء زار محافظ دمشق بشر الصبان وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان مقبرة الدحداح، ووضعوا أكاليل الزهور على مرقد أبطال ضحوا بحياتهم لأجل الدفاع عن سوريا. هذا اليوم نعيش حرب كونية شنها دول إقليمية، حكومات دول إقليمية بالتعاون للأسف مع حكومات دول عربية ومسنودة من قوى دولية ضد الشعب السوري، هدفها تفتيت هذا الشعب وتقسيم سوريا. ولكن اليوم بطولة هذا الشعب
وبطولات الجيش العربي السوري وتضحياته وما قدموه شهداء أمتنا. اليوم هو الذي دافع عن وحدة سوريا ودافع عن الشعب السوري. نضال مستمر وينتقل من جيل إلى جيل. بهذه المناسبة نقل إجلالا وأكبارا لأرواح هؤلاء الأبطال الذين أبوا إلا أن تكون سوريا عزيزة شامخة، وأن يكون شعبنا بعزة وكرامة. الشهداء بذلوا أرواحهم دفاعا عن عزة وكرامة الوطن، وهو ما يؤكده السوريون من خلال تقديرهم لتضحيات الذين ساروا على درب التضحية والفداء. وفي ريف دمشق أقيمت فعالية في مقبرة الشهداء بنجهة، ضمت ذوي الشهداء لتهنئتهم في عد أبنائهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي. فعالية في مقبرة الشهداء بنجهة كانت عنواناً ضم تحت رايته ذوي الشهداء لتهنئتهم في عيد أبنائهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس فداء للوطن، وذلك بحضور محافظ ريف دمشق وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي. جئنا لنقف إجلالا واحتراما وإكبارا لهؤلاء الشهداء، ومن هنا نقول لهم ونعاهدهم أننا مستمرون في طريق الشهادة حتى النصر تحت راية السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد، ونحن الآن سنلتقي بأسر هؤلاء الشهداء الموجودون هنا لنقدم لهم ما نستطيع من خدمات. نحن موجودين، نحن أبنائهم هنا، سنقدم لهم كل ما يحتاجونه بإذن الله. شهداؤنا هم الذين رسموا طريق الصمود وطريق النصر لهذا الوطن، الرحمة والخلود لهم، وها نحن اليوم نحيي هذه الذكرى السنوية في بمناسبة عيد الشهداء مع الشعب السوري الوفي الشريف الذي قاتل مع الجيش العربي السوري إلى جانب هؤلاء الشهداء الذين رسموا لنا هذا الطريق. تحية الإجلال والإكبار لهم، والتحية الكبرى والعظيمة لعائلاتهم الذين هم كانوا أكرم من أعطى وأكرم من ضحى وأكرم من قدم لهذا الوطن. نقول لهم لولا تضحياتكم الغالية لما وصلنا إلى هذه النقطة من الصمود والتصدي في وجه العصابات الإرهابية المسلحة. هذا المكان الطاهر الذي يضم بين جنباته رفات شهداء الوطن منذ حرب تشرين التحريرية الذين قال عنهم السيد القائد المؤسس الخالد حافظ الأسد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. نقف وقفة إجلال وإكبار لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل سوريا والوطن. ونحن اليوم كعادتنا في كل سنة نقوم بالاحتفال بهذا اليوم عبارة عن رد جميل لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بكل ما يملكون بدمائهم بأنفسهم من أجل حياتنا، من أجل بقائنا. في عيد الشهداء تخشع القلوب وتكسر حروف هجاء الركوع وترفع حروف الشموخ عاجزة عن وصف كلمات تليق بشهداء الوطن. بحب هني أمهات سوريا وزوجات الشهداء كلها بعيد الشهداء، وبنقول لهم إن شاء الله إيد وحدة ومعا لطرد الإرهاب والتكفيريين من سوريا، وحيرجع العلم السوري بدماء شهدائنا إن شاء الله يرفرف فوق سماء سوريا الأبيض. الله يرحم الشهداء ويحمي الجيش العربي السوري. الله يرحم كل الشهداء. أنا الشهد العشق زر ضمه قلب الذي هجر الحياة ولاز بالأوطان، وطن من الياقوت قد ترابه والورد فيه معتق الألوان. لقد كانت الشهادة دائما السلاح الأمضى في مقارعة أعداء الأمة، هذا ما جسده أبناء الوطن السوري ومضوا فيه ليعيدوا كل شبر مغتصب ويردوا كل من حاول المساس فيه. في السادس من أيار تتجدد معاني التضحية والإباء ليكون يوما للشهداء وعيدا لمن بذلوا أرواحهم على دروب العزة والانتصار، مسطرين أروع صفحات الفخر والتضحية في سبيل الوطن وسيادته واستقلاله. أهلا بكم. في عيد الشهداء السادس من أيار
يستذكر السوريون ما دافعوا عنه على مر تاريخهم. غزاة كثر مروا على هذه الأرض لم يستطيعوا أن ينالوا من ترابها أو هوائها أو مائها، فكان الثمن حياة دفعت على مذبح السيادة الوطنية والاستقلال، لأنهم نهضوا الاحتلال العثماني بالقلم تارة وبالسلاح تارة أخرى. كانت ردة الفعل الطبيعية لمستعمر رجعي أن يطلق حكم الإعدام عليهم. نخبة من المثقفين والسياسيين العرب في دمشق وبيروت علقوا على أعواد المشانق في ساحتي المرجى والبرج بأمر من جمال باشا السفاح، ظن أنه بهذا الفعل قد استطاع إطفاء كلمة الحق وأخمد شعلة شعب لطالما نادى بالحرية والاستقلال ولطالما قرع المستعمر بكل ما يملك، لكنه ما لبث أن أدرك عكس ذلك. شعب انتفض في كل مكان وأطلق صرخة واحدة في وجه المحتل، فكانت كفيلة بإسقاط الحكم العثماني في سوريا. قصة عطاء سوريا قصة تضحية وفداء رواها أبطال الأمس، وما زال أبطال اليوم يخطون سطورها بأحرف من ذهب، حبرها دماء طاهرة سالت على أرض الوطن، فأثبتت للقاسي والداني عقيدة شعب جذوره ضاربة في عمق التاريخ، لم يرضى الذل والهوان ولم يساوم على أصغر ذرة من تراب الوطن. وعلى امتداد مساحة الوطن يؤكد السوريون في جميع المحافظات اعتزازهم بالشهداء ويحيون تضحيات الجيش العربي السوري الذي يكمل مسيرة الأجداد في الدفاع عن الوطن. الشهداء هم أكرم من الدنيا وأنبل من البشر، ونحن قدمنا الشهداء كله كرمال بلدنا سوريا الحبيب. قدمنا الكثير ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم الأكثر من أجل أن يبقى العلم السوري مرفرفا فوق أعلى القمم. نحن قدمنا شهداء وراح نقدم شهداء أكثر، وسوريا تستاهل أكثر. شهداءنا مشاعر النور، نحن قدمنا شهداء في سوريا وراح نظل نقدم شهداء، ونحن كنا مشاريع شهادة لأن الأرض تحتاج دم وتراب البلد تحتاج دم، وإن شاء الله كل هذا نسير على الخطى، وطبعا البلد بلدنا وإن شاء الله ندافع عنه بكل ما أتينا من قوة. زرعنا أشجار، أولادنا هني أشجار بهذا البلد ومستحيل تنقطع أو تنشال. دمت أولادنا سقوا أرض سوريا، سوريا الحبيبي اللي نحن منفتخر فيها. بتمنى يعني كل إنسان عنده أمنية، قلت له إيه، قال بتمنى بس إنه يجيبوني ظل غطيلي وظل غطله. الحمد لله اللي تمناه الله عطاه، الحمد لله الله عطاه أكبر نعمة. نحن منقول الحمد لله يطعمنا ما طعموا. الشهداء نسور فوق سما الوطن، هن اللي حموا الوطن وحموا تراب الوطن، اللي استشهدوا وروى دمه في أرض الوطن حمى الأرض والعرض، هذا ما في شيء بيعادله بالدنيا، هذا قمة القيام نحن نعتبره. الله يرحم كل الشهداء. ذكرى عيد الشهداء بنذكر الناس اللي ضحوا بأرواحهم، اللي بذلوا دمهم في سبيل هالوطن، هذا مفروض يظلوا بذاكرتنا دائما. رحمة الله على شهداء الجيش العربي السوري وشرفاء هالوطن كمان. الله ينصر الجيش العربي السوري. بيضل الشهيد هو رمز كبير للوطن. نترحم على كل شهداء سوريا ونقول هن قدموا كثير الغالي، وما فينا يعني مهما حكينا ما فينا يعني نرسيهم بأي موضوع، لأنه اللي قدموا كثير شيء غالي. رحم الله الشهداء، والله شافي المرضى وينصر الجيش العربي السوري. يرحم كل شهيد ويصبر امهاتهم ويصبر اباتهم ويصبر نسوانهم، وإلهي ربي رحمة الله عليهم طول عمرهم والزمان، الله يخليهم ويخلينا الجيش العربي ويديمه وينصرنا على البعاد السورية. نقدم أسمى آيات التهاني والتبريكات لشهدائنا، لأهالي شهدائنا، لأمهات شهدائنا. نعظم هذا العمل الكبير، نحن صامدون، سوريا لن تركع ولن نضيع أي قطرة من قطرات دماء شهدائنا الأبرار. قدم زوجي دمه مشان هالوطن، وإن شاء الله بترجع سوريا مثل ما كانت يا رب، بهمة هالجيش، وبحب عايد كل الجيش والله ينصرين
وإن شاء الله بترجع سوريا مثل ما كانت يا رب. أنا قدمت ابني فدا الوطن مشان سوريا ترجع مثل ما كانت، وإن شاء الله دمه ودم هالشهداء ما رح يروح هدر، وسوريا منتصرة بعون الله تعالى. والشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. الله يرحم الشهداء، جميع الشهداء اللي بسوريا، وإحنا معهم مع الوطن. الشهداء هم الذين استطاعوا أن يعني يصنعوا أسمى آيات الحب والفخر لهذه الأمة. مناسبة عيد الشهداء اللي بتمر علينا ما بننسى تضحيات شهدائنا على مر التاريخ، وخاصة بهالمرحلة الحالية. الله يرحم كل الشهداء، والله يقدرنا كليتنا نكون شهداء لهالوطن. نوجه تحية لأرواح الشهداء، أرواح اللي يضحوا كرمال الحياة تستمر، وتحية كمان لأبطال الجيش العربي السوري بالميدان، والله يحمي جميع الشباب اللي هلا بالمعارك. تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا وضمن مبادرات مجلس الشباب السوري في مدينة لاهاي بهولندا ينظم حملة لإحياء ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق ورم النبيلة. التفاصيل مع جودي يعقوب مراسلة الإخبارية السورية هناك. الأمم التي تنعدم فيها الشهادة لا يمكن أن تنهض من قبر التاريخ، حيث إن أرقى النضالات تلك التي تحقق انتصاراً بعد أن تتوج بالاستشهاد، ونظراً لأهمية الشهادة التي تمهد الطريق للانتصار. وفي هذا الإطار نظم تجمع السادس من أيار بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمغتربين السوريين في هولندا ضمن مبادرات مجلس الشباب السوري في مدينة لاهاي حملة لإحياء ذكرى الشهداء الذين ارتقوا في سبيل الحق والعز والبقاء والتفوق والعقائد الإنسانية السامية. وقامت مجموعة من الناشطين والمتطوعين بعرض صور شهدائنا في الساحة العامة أمام البرلمان الهولندي، وبتوزيع مناشير تتحدث عن المعايير المزدوجة وظلم الإعلام الغربي لأبطالنا، وخاصة من الإعلاميين، وتغييب كامل لشهدائنا الذين هم طلائع انتصاراتنا الكبرى. بدي أوجه تحية إلى دم شهداء سوريا، وأتمنى الشفاء للجرحى، وتحية للوطن من الجيش إلى قائد الجيش إلى الشعب السوري الشريف اللي ضل إيد بإيد مع الجيش السوري عم يناضل. نحن عنا شهداء غاليين كتير ومنرفع راسنا فيهم. نحن من عاهد سوريا، من عاهد الوطن، إنه نحن رح نضل رديف للشعب السوري وللجيش السوري. نفتخر بشهدائنا اللي قدموا أرواحهم زكية في سبيل الوطن وفي سبيل العطاء المثمر وفي سبيل سوريا. الهدف من الوقفة هو تسليط الضوء على الشهداء، شهداء سوريا بالعموم، شهداء من العسكريين والمدنيين. لأن أزكى الشهادات هي شهادة الدم، لذا كان لابد من قوافل الشهداء تثرى جيلا بعد جيل. فلولا الشهادة والشهداء ولولا إرادة الحياة الكريمة لما انتصر شهداؤنا في ضمير المجتمع، وهم بذلك رسموا بدمهم الانتصارات من أجل أن يسلم شرف أمتنا. فنحن أمة تخرج الشعراء كما تخرج الشهداء، لأننا أمة تحب الحياة لأنها تحب الحرية، وتحب الموت متى كان الموت طريقا إلى الحياة. لذا كان شرف الأمة وعزتها أهم وأغلى من خلاص الجسد. يثبت السوريون في كل يوم وأينما حلوا مدى حبهم وأيمانهم بانتصار وطنهم، فلم تمنعهم المسافات من إحياء ذكرى شهداء الشمس، شهداء الجمهورية العربية السورية، مؤكدين ثقتهم بأن سوريا أقوى من الإرهاب. جودي يعقوب للإخبارية السورية من أمام البرلمان الهولندي لاهاي. موسكو تؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وذلك ردا على ادعاءات المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية الذي زعم أن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر.
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن مذكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا تتوافق مع المبادرات التي اقترحتها الولايات المتحدة بداية العام الحالي. لافروف أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبيل بدء الجولة الرابعة من اجتماع أستانا عن الخطوات التي يتعين اتخاذها بخصوص الأزمة في سوريا. موقف واكبه رد من نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف على المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، الذي زعم أن القوات الروسية لم تنسق مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بمذكرة مناطق تخفيف التوتر. الرد الروسي تضمن التأكيد أن روسيا والدول الضامنة للمذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر في سوريا زودت الولايات المتحدة بجميع المعلومات والمستندات اللازمة عن المذكرة. توضيحات الخارجية الروسية والرد على التصريحات الأمريكية تأتي بعد ساعات على إعلان وزارة الدفاع الروسية أن سريان مفعول المذكرة الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا لا يعني نهاية المعركة ضد التنظيمات الإرهابية. ونبقى مع هذه المشاهد من سيطرة الجيش العربي السوري على مرتفع الرجم العالي شمال جبال الشومرية في ريف حمص الشرقي. ولمناقشة مجمل هذه التطورات يسرنا أن نرحب في استوديو الرئيسية بدكتور محمد خير العكام عضو مجلس الشعب. دكتور أهلا ومرحبا بك. مساء الخير لك ولكل المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. بعد سنوات من الحرب والتضحيات التي قدمها الجيش العربي السوري والشعب السوري أيضا، دكتور محمد، إلى أي حد نستطيع القول بأنه الشهادة عنيها تجلت واضحة على الأرض السورية؟ بالتأكيد. هلأ 6 أيار عيد الشهداء لم نكن ندرك أهمية هذا العيد، ولكن بعد أن دخلت سوريا في هذه الحرب الأخيرة المشنة عليها والكم الهائل من التضحيات التي دفعها الشعب السوري بجيشه ومواطنيه المدنيين، أصبحت الآن يعني عندما يكون في معظم منازلنا اليوم شهداء، أصبحت تتمثل قيمة الشهادة، الآن أصبحت ماثلة أمام أعيننا، وبالتالي قيمة هذه التضحية الكبيرة التي قدمها هؤلاء من أجل أن يحيا الوطن بكرامة، من أجل أن ندافع عن الثوابت الوطنية لسوريا، من أجل أن ندافع عن المؤسسات في سوريا، عن كرامة المواطن السوري والشعب السوري، الآن بدأنا أو بتنا نشعر قيمة هذه الشهادة التي تكلمنا عنها سابقا كثيرا، ولكن الآن يعني أصبحنا
نشعر بها أكثر من السابق بكثير نتيجة ما قدمناه من تضحيات لكي تبقى سورية قوية عزيزة على قلوب كل السوريين. والإدراك الحقيقي من قبل السوريين لقيمة الشهادة ومعنى الشهادة إلى أي حد كان سبب مباشر من أسباب الصمود والانتصار حتى هذه. هلا أولا شوفي الشعب السوري على مدى التاريخ يعني مضى على هذه المنطقة الكثير من الاحتلالات، وفي كل مرة الشعب السوري كان عصيا على المحتل، كل مرة كانت تحتل هذه المنطقة لفترة من الزمن فينتفض الشعب ويحقق الاستقلال تلو الاستقلال أو يطرد المحتل. دائما على مدى التاريخ هذه أهمية سوريا بالنسبة للعالم، سوريا قلب العالم. يعني 6 أيار هذا المحتل التركي الذي كان يريد أن ينفذ سياسة التتريك في هذه المنطقة، هؤلاء الذين استشهدوا في ساحة المرجي في 6 أيار من أجل ماذا؟ كانوا يقومون بحملة تنوير لأن هذا محتل وهذا لا يريد خير لهذه المنطقة، ليس لسوريا فقط. فقام هذا المحتل بإعدامهم يشهر أو يخيف الآخرين بهذا البطش الذي استخدمه جمال باشا السفاح في ذلك الوقت. بعد ذلك أتى الانتداب الفرنسي والمحتل الفرنسي. أيضا على فكرة الجمهورية العربية السورية هي أقل الدول التي عاشت تحت الانتداب أو الوصاية في القرن 20. هذا يؤكد على أن المواطن السوري يعشق الاستقلال، يعشق الكرامة، ويقدم من أجل ذلك الشهادة. من هنا تأتي قيمة الشهادة. أيضا أمام المحتل الإسرائيلي، العدو الإسرائيلي، قدمنا الشهداء في حرب تشرين التحريرية، في كل الحروب التي خضناها ضد المحتل الإسرائيلي، أيضا هذا الكيان الصهيوني في لبنان قدمنا الكثير من الشهداء. إذن على مدى التاريخ أكد الشعب السوري أنه يعشق الشهادة ويقدر هذه القيمة العليا الذي يقدمها من أجل أن يبقى الوطن عزيزا. لذلك السيد الرئيس الخالد عندما قال إن الشهداء هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر، لكي نقدر قيمة الشهادة. وعلى فكرة أيضا في الدستور السوري قدرنا قيمة الشهادة عندما تكلمنا عن أنها قيمة عليا في هذا الدستور، لأننا كنا نشعر عندما وضعنا مسودة الدستور أن هناك مخاطر كبيرة تحدق في مستقبل سوريا، على السوريين أن يتمسكوا بهذه القيمة. فلأول مرة في الدساتير السورية تكلمنا عن قيمة الشهادة في المبادئ، في مبادئ في الباب الأول في الدستور. لماذا؟ لأن هذه القيمة يجب أن تبقى بين الأجيال لكي تكون موئل للتضحية، لكي يبقى الوطن عزيزا في المستقبل. وهذا ما يؤكد عليه الشعب السوري والجيش السوري في كل يوم. لذلك الانتصار قادم، وبوادر هذا الانتصار بتنا نراها في العين. طيب، وإلى أي حد اليوم الوثيقة التي تم توقيعها حقيقة هي خطوة متقدمة من وجهة نظرك دكتور نحو هذا الانتصار؟ هلا شوفي، البعض ينظر إلى هذه الوثيقة يعني بخوف، البعض ينظر إليها بتفاؤل. علينا أن نحلل هذه الوثيقة، ما هي الفائدة التي يمكن أن يجنيها المواطن السوري من هذه الوثيقة؟ المناطق التي تم تسميتها مناطق تخفيض توتر، طيب هذه اليوم الدول التي تضمن تخفيض التوتر هي الروسي، الإيراني، التركي، وأنا بهمني هون التركي. صحيح. إذن التركي عليه واجبات تجاه هذه الكيانات الإرهابية، لذلك شفنا امتعاض من بعض هذه الكيانات في الجلسة التي تم التوقيع عليه فيها على الوثيقة. نعم، وهناك موقف أيضا للولايات المتحدة الأمريكية اليوم تنفي أنه تم تقديم معلومات متعلقة بهذه المذكرة من روسيا. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف الأمريكي اليوم حقيقة؟ نعم دكتور. هذا بيجي ردا على التصريحات الروسية أنه لم يعد يحق
ما يسمى قوات التحالف في قيادة الولايات المتحدة أن تدخل إلى أجواء تلك المناطق وتقصف باسم مكافحة الإرهاب، وبالتالي نتوقع أن تكون هناك عرقلة للتطبيق الفعلي والدقيق لهذه الوثيقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية. حتى الآن كل الدول الداعمة للإرهاب رحبت بهذه الوثيقة. علينا أن ننتظر. هلأ هذا الترحيب للجميع هو أصلا فيه بعض المخاوف للمواطن السوري، ولكن نحن نقول للمواطن السوري لا، من حيث النتيجة فيها حماية للمدنيين الموجودين في هذا في هذه المنطقة، فيها منع وصول السلاح لهؤلاء الكيانات الإرهابية، فيها التزام لهذه الكيانات الإرهابية أن تفصل نفسها عن جبهة النصرة وأن تحارب جبهة النصرة بالتعاون مع الجيش السوري ومع الدول الضامنة. إذن فيها إيجابيات، علينا أن نستفيد من هذه الإيجابيات. فيها اعتراف من هؤلاء بأن جبهة النصرة وداعش هم كيانات إرهابية، وبالتالي فيها حماية للمدنيين الموجودين، هؤلاء أهلنا في سوريا، ويجب أن لا يستخدم المدنيين كما تم استخدامهم في المناطق الشرقية في حلب. لذلك فيها إيجابيات، ولكن علينا أن نتعامل فيها بحذر مع الدول الداعمة للإرهاب التي يمكن أن تتنصل من واجباتها تجاه تلك المناطق. شكرا جزيلا لك الدكتور محمد خلو، مجلس الشعب، كنت معنا، أشكرك جزيلا. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا لك. أوقفت مخابرات الجيش اللبناني إرهابيين سوريين بكمين محكمين في عرسال شمال شرق لبنان. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ذكرت أن الإرهابي متزعم في جبهة النصرة الإرهابية ومسؤول عن تجهيز وتوزيع العبوات الناسفة. وكانت مخابرات الجيش اللبناني أوقفت في وقت سابق 3 إرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في بلدة عرسال وفي منطقتي الميناء والقبة بطرابلس شمال لبنان. 20 يوما من النضال المستمر في معركة الأمعاء الخاوية يخوضها نحو 1800 أسير فلسطيني خلف قضبان زنازين العدو الصهيوني، فيما تتسع حملات الدعم الشعبي للأسرى. تقرير خليل إبراهيم. تدخل معركة الكرامة التي يخوضها الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني يومها 20 على التوالي، وسط حديث عن انضمام دفعة جديدة من الأسرى إسنادا لرفاقهم الذين يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة السجان الصهيوني التعسفية بحقهم. وتأتي هذه الخطوات في سياق شعور الأسرى بالهجمة الصهيونية الوحشية والمماطلة بعدم الاستجابة لمطالبهم، ويتصدى الأسرى بدورهم لمحاولات كسر إضرابهم الذي دخل مرحلة الخطر الشديد في ظل مماطلة إدارة مصلحة السجون الصهيونية من تنفيذ مطالب الأسرى العادلة التي كفلتها جميع القوانين والمواثيق الدولية. وفي هذا الإطار حذر وزير الصحة في السلطة الفلسطينية جواد عواد من نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريا، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين ويمثل حكما بإعدامهم. وفند وزير الصحة مزاعم إدارة مصلحة السجون الصهيونية بأن تغذية الأسرى قسرا هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر، مؤكدا أن الخطر الحقيقي هو التغذية القسرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت. ومع استمرار الأسرى في إضرابهم عن الطعام تتواصل الفعاليات التضامنية معهم، حيث اندلعت المواجهات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة بعدما اعتدت قوات الاحتلال على مسيرات تضامنية مع الأسرى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين. هذه النشرة متواصلة معكم مشاهدينا وفيها. أردوغان مستمر في تحويل تركيا لأكبر قاعدة للإرهاب الدولي على حساب قوت شعبه.
أهلا بكم من جديد. كشفت مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن تعمل لإبرام عقود مبيعات أسلحة بعشرات مليارات الدولارات مع النظام السعودي، بعضها جديدة والبعض الآخر قيد الأعداد بالفعل. وكالة رويترز نقلت عن المصادر قولها أن برامج شركة لوكهيد مارتن في الصفقة تشمل بضع بطاريات من نظام الدفاع الصاروخي ثاد، وتصل تكلفة هذا النظام الذي تنشر مثله واشنطن في كوريا الجنوبية نحو مليار دولار. وتحدثت المصادر التي اشترطت عدم ذكر اسمائها عن عقود أعلن عنها في السابق أو معدات قيد النقاش منذ سنوات، ومن بين الصفقات اتفاق قيمته 12 مليار دولار لشراء 4 سفن حربية متعددة المهام مع خدمات المرافقة أو خدمات المرافقة وقطع قطع الغيار كانت وزارة الخارجية الأمريكية وافقت عليها في عام 2015. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني إن أي مساس بخطة العمل المشترك الشاملة بشأن الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1 من شأنه خلق قضايا جديدة. لاريجاني أكد في الوقت نفسه على التزام إيران بهذا الاتفاق، منوها بالجهود التي تمت في مجال النفط والغاز في إيران، ومشيرا إلى أنه يتم استغلال المصادر بشكل جيد رغم وجود العديد من الاعتبارات. حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن البنتاغون يركز اهتمامه على الحرب الباردة مع روسيا وعدم إدراك التهديدات الحقيقية للأمن. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف أوضح أن بعض الجنرالات في البنتاغون لم يتعدى إدراكهم الصورة النمطية للحرب الباردة، كما أنهم لم يدركوا التهديدات الحقيقية، مضيفا أن ما يميز الضباط الروس في وحدة العمليات الخاصة عن نظرائهم الأمريكيين هو العقل والحزم. قتل 4 من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم إرهابي بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن رئيس الشرطة الإقليمية في هلمند الجنرال نور كينتوز قوله إن الشرطيين 4 تعرضوا لهجوم عند نقطة تفتيش قرب مدينة لشقرجاه، فيما لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم. توعدت بيونغ يانغ بإنزال أشد العقوبات بحق كوري غاردنر السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري على كلمات مسيئة بحق القيادة الكورية الديمقراطية. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الكورية الديمقراطية أن بيونغ يانغ تعتبر كلمات هذا السياسي استفزازا والذي يعاني من أعراض مرض نفسي، معربة عن أسفها من أن واشنطن تصغي إلى رأي شخصيات سياسية تعاني من أعراض كهذه. وأكد البيان أن المهووسين الذين يسيئون للقيادة لن يفلتوا من العقاب الشديد. قالت المفوضية العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الولايات المتحدة تفقد زعامتها على الساحة العالمية في حين يعزز الاتحاد الأوروبي مواقعه. موغريني أضافت أن الاتحاد الأوروبي يملك إمكانية لاحتلال موقع شريك موثوق وقوي في حل القضايا العالمية المهمة، موضحة أنها لمست خلال زياراتها إلى الصين والهند وروسيا مؤخرا رغبة في إقامة تعاون أوثق مع الاتحاد، ليس في مجال الاقتصاد فحسب بل في مجال الأمن أيضا، بما في ذلك التعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات في سوريا وشبه الجزيرة الكورية وأفغانستان والقضية الفلسطينية. أكد فريق حملة مرشح تيار الوسط إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون تعرضه لعملية قرصنة ضخمة ومنسقة أثر نشر معلومات داخلية.
وأوضحت حركة إلى الأمام التي يرأسها ماكرون في بيان أن الوثائق المتداولة تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني أو طبعا شخصية ومهنية تعود إلى العديد من مسؤولي الحركة، حيث أوضح البيان أن الحركة كانت ضحية عملية قرصنة ضخمة ومنسقة أدت إلى نشر معلومات داخلية ذات طابع متنوع مثل رسائل إلكترونية ووثائق مالية وعقود على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا أن الهدف من وراء هذه التسريبات هو إيذاء الحركة قبل ساعات من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية. سجل حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي فوزا كبيرا في انتخابات المجالس المحلية قبل شهر على الانتخابات التشريعية المبكرة. النتائج أظهرت حصول الحزب المصنف على أنه يميني وسطي على أغلبية الأصوات في أنحاء البلاد، حيث فاز المحافظون بالأغلبية في 28 من أصل 88 مجلسا شملتها الانتخابات، ونال الحزب 1900 مقعد بزيادة 55 مقعدا مقارنة مع الانتخابات السابقة. أما حزب العمال فقد نال 1151 مقعدا، أي أقل ب 320 مقعدا عن الانتخابات السابقة. تطالب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب أن يتحمل حلفاء واشنطن مزيدا من الأعباء في محاربة الجماعات الإرهابية، مع الإقرار بأن التهديد الإرهابي لن يتم القضاء عليه نهائيا. وتنص مسودة الاستراتيجية المكونة من 11 صفحة على أن الولايات المتحدة ينبغي أن تتجنب الالتزامات العسكرية باهظة التكاليف، حيث أوضحت الوثيقة التي ستصدر خلال الأشهر المقبلة أن واشنطن يجب أن تكثف العمليات ضد جماعات إرهابية دولية مع خفض تكاليف الدماء والأموال الأمريكية أثناء السعي لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب. منشآت عسكرية تركية من فئة الخمس نجوم في خدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا، ورئيس النظام التركي أردوغان مستمر في خطته لتحويل تركيا لأكبر قاعدة للإرهاب الدولي على حساب قوت شعبه. أسامة شحوت. كلية الشرطة التركية في خدمة الإرهاب. فحكومة الإخوان في تركيا لم تعد تكتفي بتقديم المخيمات والمعسكرات، بل تضع أحدث منشآتها العسكرية في خدمة عناصر المجموعات الإرهابية في سوريا، خطوة وصفها إعلاميون أتراك بأنها بمثابة خدمة جديدة للإرهاب، ولكن من فئة الخمس نجوم. كلية الشرطة في مدينة سيواس المخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تتحول إلى أكبر مقر لتدريب المجموعات الإرهابية والتابعة لعصابات ما يسمى الجيش الحر. تحيا تركيا! تحيا تركيا! يحيى أردوغان! يحيى أردوغان! مقاطع فيديو حصلت عليها صحيفة ABC التركية تظهر مئات العناصر من تلك العصابات أثناء حفل التخرج الذي أقامته لهم إدارة كلية الشرطة التركية قبل أسابيع قليلة. الصحيفة التي نشرت الفيديو وصفت تلك المشاهد بالفضيحة المخزية، فبدلا من أن تكون تلك المنشأة مخصصة لتدريب عناصر الشرطة التركية تحولت لتدريب الإرهابيين وعلى حساب الضرائب التي تفرضها الحكومة على الشعب التركي الذي ضاق ذرعا بتصرفات حكومة بلاده التي تدعم الإرهاب على حساب قوته اليومي. الصحيفة أضافت أن تخريج هؤلاء الإرهابيين تحت صورة أردوغان لها معنى كبير ودليل واضح على أن كل تلك الإجراءات غير القانونية تتم برعاية مباشرة من رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان. في عيد الشهداء يؤكد السوريون مواصلة الكفاح والوقوف خلف الجيش العربي السوري حتى تحقيق النصر. هاشتاغ هذه الليلة. تذكير بالعناوين. في ذكرى عيد الشهداء سوريا تستمر بدورها النضالي ودماء الشهداء ترسم ملامح الانتصار على الإرهاب.
فعاليات رسمية وشعبية في عيد الشهداء وتأكيد على الصمود ودحر الإرهاب. موسكو ترد على الادعاءات الأمريكية وتؤكد أنها زودت واشنطن بالمعلومات المتعلقة بمذكرة مناطق تخفيف التوتر. تحية الإكبار والإجلال للشهداء في عيدهم، والصبر والسلوان دائما لذويهم وعائلاتهم، وشفاء العاجل دائما للجرحى. ولكم مشاهدينا أينما كنتم كل الشكر على طيب المتابعة. بأمان الله.